تراحما على روح أرواح شهداء صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور إلى حدود اللحظة 66 وبالتالي يكون النصاب غير مكتمل. نرفع الجمع العام إلى جلسة ثانية تعقد في أجل أقصى 15 يوما. كما حضرتم معنا شكرا بعد على الحضور ديالكم الاطوار الجامع العام والمنابر الاعلاميه ديال المحليه والوطنيه اللي تكبدوا عنا الحضور معنا، كنشكرهم جزيل الشكر. كما لاحظتوا ان الجامع العام لم ينعقد لسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المحدد في 71 عضوا، عدد الحاضرين كان 66 وبالتالي انتظرنا لمده تفوق الساعه والربع. القاعة كان لها رأي أنها يعني ترفع الأطوال ديال الجامع العام إلى جلسة ثانية. كان واحد الأخ يعني منخرط تدخل لأن لائحة المنخرطين فقط المصادق عليها في آخر جامع عام 67. ما أنا بالنسبة إلي المعلومة اللي عندي ولا الورقة الرسمية المعترف بها هي المصادق عليها من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم اللي اعتمدناها واللي فيها عدد المنخرطين فيها 140 منخرط. بالتالي ما يمكنش نتكلموا على لائحة اللي هي ما غير معترف بها عند الجامعة الملكية لكرة القدم. كنتمنى ان الجلسة الثانية يكون فيها النقاش اللي يخدم المصلحة ديال اتحاد طنجة. بالنسبة إلي الآن يعني الرئيس لم يعني قدم استقالته على وسائل التواصل الاجتماعي لكن لم يقدم استقالته على الجامع العام اللي كان هو المنتظر اليوم من بين النقاط ديال جدول الأعمال. لحدود اللحظة لم يقدم أي شخصية ترشيحه وبالتالي هذه احترام لأن الرئيس باقي ما قدمش الاستقالة ديالو، ما كنظنش شي واحد يكون بالتصور أنه يقدم الترشيح ديالو. ننتظروا الجلسة الثانية يقدم الرئيس الاستقالة ديالو ونشوفوا إذا كانت الإمكانية أن يكون واحد مرشح يكون عنده برنامج اللي نمشيو معاه كاملين تكون كيخدم المصلحة ديال اتحاد طنجة. ما كانش تكون لجنة مؤقتة كذلك، المهم أنه يكون المصلحة ديال اتحاد طنجة وديال مدينة طنجة هي الأولانية. تأجيل الجامع العام هو في صالح اتحاد طنجة لأنه يعطينا الوقت مزيد من المشاورات من أجل انتخاب مكتب مديري عليه الإجماع من فعالية المدينة ومن المخارطين. هذا هو الهدف ديالنا لأن فريق اتحاد طنجة يستحق الاهتمام، يستحق لأن عنده جمهور كبير، هذا الجمهور كبير كيخاف عليه، هذا فريق أمانة ديالنا في المخارطين. الفريق سيكون حنا الهدف ديالنا من جيو الجامع العام إن شاء الله من دابا 15 يوم نصوتوا للي كيستحق واللي يشرفنا الفريق ديالنا. هذا هو الهدف ديالنا ولكن تكون وضوح ويكون برنامج قبل الجامع العام، نعرفوا شكون اللي غيترشح، شكون اللي شنو هذا البرنامج، شنو الوسائل اللي غيقدم الفريق، شنو هي الحلول، خصها تكون الوضوح. اما الكولاسه راه حنا قطعنا معها شحال هذه وبالتالي خصنا الشفافيه والوضوح في التعاطي مع الموضوع ديال اتحاد طنجة. للاسف هذه المحطه الانتخابيه تاجلت الى تاريخ لاحق حسب الكاتب العام على انها 15 يوم من التاريخ ان شاء الله غادي يتم تحديد جمع عام، يتم تحديد وانعقاد جمع عام جديد. كنا كنتمنوا بان هذه المحطه هذه تدوز بسلام وننجحوا هذا الجمع العام لان في كسب الوقت هو كسب مجموعه ديال الفوائد لفريق اتحاد طنجه اللي هي رفع الديون ورفع النزاعات ومجموعه ديال الحلول خصنا نلقاوهم، مجموعه ديال المشاكل، لكن للاسف جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن. كنتمنى بان المحطه القادمه تكون محطه فارقه وتكون محطه يتوحد فيها الجميع خلف الفريق باش نخرجوا بواحد القرار صائب يصب في مصلحه فريق اتحاد طنجه وشكرا. بالنسبة للتأجيل العام أنا أوافق عليه ولا أوافق على العلة التي أجل بسببها، النصاب كان مكتملا، العدد كان قانوني، من قال بعدم اكتمال النصاب اعتمد اللائحة التي وجهها السيد رئيس مكتب المديرية الحالي إلى الجامعة الملكية، هذه اللائحة غير قانونية لم يسبق أن اعتمدت من طرف الجامع العام، اللائحة التي كان ينبغي احتساب
الحاضرين او احتساب النصاب على اساسها هي اللائحه المعتمده من طرف الجمع العام الاخير المنعقد يوم 30 نوفمبر 2022 يوم استقاله السيد محمد حقان. اقول التاجيل يرضيني والعله لا ترضيني. التأجيل في نظري صحيح والعلة إعادة اكتفاء النصاب علة غير صحيحة. لحد الساعة أنا نكون معك صريح، أنا أسمع اسم واحد راه في الذهن ديالك ورائج على الفيسبوك، كان هناك اسم السيد عبد الحميد أبرشان، لا أدري ما العلة، لا أدري هل كان سيترشح أم لا، لا أدري إن كان قد عزم الأمر ثم تراجع في آخر لحظة. فالتأويل داخل الفيسبوك، والفيسبوك ليس مصدر موثوق لنبني عليه، فيظل باب التخمينات مفتوح، والجمعية مفتوحة في وجه المنخرطين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي.